مين هذا؟ مشاري، مشاري النمر. يا إلهي على الوقفة، هذه وقفة واحد بيضيع مليون في المية، هذه وقفة لاعب بيضيع مليون في المية. فداك مليون ركلة، وفداك مليون بطولة يا سعود عبد الحميد، فداك مليون بطولة، فداك كأس الملك يا سعود، ولا يهمك. أعطاهم عطاء أقسم بالله العظيم، طرد لاعب، وحتى نيفيس وميتروفيتش نفرزوا عليه وقالوا له شو عم تعمل أنت معانا إلا ولا ضدنا؟ لاعب تقول تفكيره خارج المباراة. وجيسوس يا زلمة شو عم يصير معك يا جيسوس؟ كل كرة طولية على للأطراف للاعبين النصر يا أخي، ما عاد تقدر تمسك الكرة شوي يا أخي، امسك الكرة شوي يا أخي، لا تلعب مرتدات، لا تحسم، لا تسجل هدف ثاني. لاعبينك اليوم مش قادرين يسجلوا هدف، من الأخير الهلال مش قادر يسجل هدف اليوم، تمام؟ لاعبينك مش بالفورمة أبدا، لأنه رايحين 4-1 وما سجلوا هدف. حلو حلو، امسك الكرة، دور كرة، يقسم بالله عيب يا رجل، عيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، حياكم الله، معكم أحمد دخان، ورجعتكم اليوم ردة فعل مباشرة على اليوم نهائي كأس الملك السعودي، البطولة الأغلى، ختام الموسم الكروي اليوم يكون بين أقوى فريقين في آسيا. نعم، الهلال النصر، الكلاسيكو، الديربي، كلاسيكو العربي، كلاسيكو آسيا، كلاسيكو الشرق الأوسط، ديربي الرياضي الكبير، كلاسيكو السعودية. يا هي أجواء يا إلهي، شوف الأجواء، أجواء خيالية في المدرجات. أعتقد وأنا مقعد فارغ في المدرجات، ما أعتقد في أي مقعد شاغر أو فارغ في مدرجات الجوهرة، الجوهرة اللي على طول يعني دائما دائما يكون حظ وفال خير على الهلاليين. الجوهرة إن شاء الله، أتمنى اليوم إن شاء الله تكون هلالية الليلة بإذن الله. ياسين بونو أسد أطلس، لكن أمامك الدنيا ياسين بونو، الدون الدون كريستيانو رونالدو اللي شكله في التركيز مليون في المية اليوم عند كريستيانو رونالدو، تركيز مليون في المية عند كريستيانو رونالدو. إذا في يعني إذا عندي شك ولو صغير إنه الهلال ممكن لا سمح الله إنه اليوم يفقد اللقب، هو راح يكون بسبب كريستيانو رونالدو. طبعا اكيد كريستيانو رونالدو رجل المواجهات الحاسمه، رجل النهائيات، رجل المباريات، رجل الموقعات الكبرى، رجل المباريات الحاسمه، رجل الحسم في تاريخ كره القدم كريستيانو رونالدو. لا تنسون اخوان لايك، اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات عشان تكون كل جديد في القناه، ومع فارس عوض خذ لك متعه موسع اليوم سهرة، ويا نيال اللي ما وصل النهائي، يا نيال الأهلاوي والاتحادي والشبابي يا نيال كل واحد ما يقعد يتمتع في النهائي من فارس عوض، والأجواء خيالية ويتمتع في المباراة. بس المشكلة عند الجماهير أعصاب مشدودة، أعصاب. المرتدة، المرتدة، أبوه، الحمد لله ما عدت، الحمد لله ما عدت. أيمن يحيى ما عرف يعدي الكرة للدون. يوه ماني، أوه الحمد لله عدت، عدت على خير. انفراد ماني الدقيقة الخامسة، وين سعود عبد الحميد؟ وين السعود؟ اوتابيا التمريره، يا اوتابيا ما فيها شيء، يا ساتر يا ساتر يا الهي يا الهي، عدت. شوف كاسترو، شوف كاسترو انه يعرف قيمه هذه الفرص، يعرف قيمه هذه الفرص اللي ضيعها ماني امام الهلال، امام الهلال. يعاقبك الهلال، الهلال يعاقبك، يلا يا مالكم يعاقبك الهلال. يلا ميشيل، يلا يلا مباشرة هدف عشان ما يضيع، عشان ما يضيع ثاني مرة، عشان يعرف انه الهلال بيجلد. هيا 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 هيا، متروفيتش متروفيتش متروفيتش، يا الله لسه بحكي لسه بحكي لسه بحكي، اقسم بالله العظيم. لا 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 لا، الهلال سامعني ولا شو؟ سامعني ولا شو الهلال؟ سامعني
سمعني الهلال سمعني وسجل ميتروفيتش على القائم الثاني كالعادة كالعادة خلف المدافعين 1-0 يا زعيم. لسه بحكي لسه بقول حيعاقبك الهلال حيعاقبك حيجلدك لو ضيعت أمامه حيجلدك يا إلهي يا إلهي يا هلال يا عمر عليك يا مالكم. لا 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 ما فيها أي شيء ما فيها أي شيء. واحد عشان تضيع يا ماني ابلع 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 لا تضيع قدام الهلال لا تضيع ابدا. حلوة التمرير ايمن يحيى يا سلام على الاستلام وتافيو اوه يا ساتر يا ساتر شوف تمريرة مين تمريرة تيرس لايمن يحيى يا هي تمريرة يا استلام من ايمن يحيى يا البليهي البليهي ضربة في البليهي خطيرة. حلوة تمريرة الدون حلوة تمريرة انفراد يا رب سترك خرج نيفش تسلل 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 الحمد لله تسلل على ايمن يحيى تسلل على ايمن يحيى يا الهي نعم تسلل نعم تسلل على ايمن يحيى نعم 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 اصلا خرجني بسو فرق فرق في الانهاء يا جماعه فرق في الانهاء فرق في الانهاء وين ميتروفيتش وين شفنا هذه الفرصه الثانيه للنصر حتى ولو كانت تسلل فرصه ماني ما كان فيها شيء هذه الفرصه الثانيه ضاعها ايمن يحيى في فرق في الانهاء في فرق في الـ في الـ في الفينش الهلال رايقين اكثر مركزين اكثر في الجيم. لا يا البليهي لا يا البليهي كريستيانو يا بونو يا بونو يا بونو يا عالمي يا عالمي يا سدطلس يا وحش يا افضل حارس في الموسم يا الهي يا الهي يا بونو تصدى لها والله تصدى لها يا الله مين اللي غلط مين البليهي البليهي مش وقتك يا الله مش وقتك خلي الشوط الاول يخرج على الاقل 1-0 في مشكله في مشكله يا اخي في مشكله في خط الوسط في مشكله في مشكله عند الهلال مش قادرين لا نبني صح ولا حتى نوقف النصر انه يبني حتى ضغطنا العالي مش 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 ناجح ابدا لا النصر يلعب براحته وحتى ضيع فرصتين ما تضيع الفرص حقيقيه ضيعها النصر فرصتين ولو حسبنا فرصة أيمن يحيى التسلل فرصة ثلاث فرص محققة بالتسجيل للنصر على عكس الهلال ولا فرصة لحد الآن ولا فرصة ما في إلا الهدف. يلا يسالم يلا يسالم خلص الثاني هذا الثاني هذا الثاني حرام عليك يا رجل يا سالم حرام شو عمل سالم أوفسايد شو يا سالم مش وقت استعراض العب السالي ممتنة يا اخي. كل شوط ثاني يا اخوان طبعا فاتتني 4 دقائق من الشوط الثاني صلينا العشاء صلاة العشاء دخولوه دخول ياسر الشهراني مكان لودي يلا يا سالم ما في شيء ما في شيء كان في تسديدة لرونالدو من هون من الجانب الايمن في مساحات في دفاع الهلال لكن ان شاء الله ما يتوفق النصر ان شاء الله ما يكون ان شاء الله ما يكون الدون في يومه بس في مساحات في دفاع الهلال والهلال الهجومية مش الهلال يعني مش الهلال اللي نعرفه هجوميا فان شاء الله شوط ثاني ان شاء الله شكل ثاني ان شاء الله طبعا 4 دقائق ما عرفت شو صار فيها ال4 دقائق الاولى لكن شفت تسديدة رونالدو فقط في الدقيقة 49 وهيو الهلال يلا يلا يوه العمر يشالها شوف مالكم يا الله يا مالكم اجت في مكاننا وسبينا اجت في مكان وسبينا يا مالكم اجت في مكان وسبينا يا الله هذا مالكم هذا مالكم هذا الوحش هذا الوحش يا سلام يا سلام يلا مالكم مالكم شوفي ضيعها اكيد ميتروفيتش شوفي سلامات سلامات لو سبينا كارت احمر كارت احمر على سبينا باي 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 خلاص
باي 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 باي. اللقب هلالي، اللقب هلالي، هلالي اللقب هلالي. يا وسبينا يا وسبينا، عامل حالك، عامل حالك أجنبي، عامل حالك مش عارف. شوف في يدك يا وسبينا، في يدك يا وسبينا. يوه صاروخ من كريستيانو، تصدى له بونو، صاروخ صاروخ، يا ساتر يا عمر عليك يا اسد اطلس يا بونو. اوهو يا ساتر، من وين دخل ايمن يحيى؟ المخرج وين بيصور يا زلمه؟ المخرج بيصور اللي ببروزوفيتش قاعد بيشرب مي بروزوفيتش، انا شو بدي ببروزوفيتش؟ يلا يلا مساحات، المساحات المساحات. الهلال، لا 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 الهلال والله العظيم يعني اليوم مباراة سيئة جدا 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 جدا، خصوصا على الجانب الهجومي للاعبين سيئين جدا. الله يستر. فيها هدف المباراة، يا إنا يا إلهم، فيها هدف. سلمان، ليش سلمان عليك كارت أصفر يا سلمان؟ يا سلمان عليك كارت أصفر يا سلمان، ليش هلا؟ ما له داعي، ما له داعي. يو بدل سلمان، ما عطى كارت أصفر ثاني. يو يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، انزل يا كنو. يا الله نفذنا من الكارت الأحمر، نفذنا بقدرة قادر. الله عمى على على قلب الحكم، الله عمى على قلبه. يا الله لا لا لا، خطيرة خطيرة، لا 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 لا. يا الله ما فيها شيء. يلا امشي امشي للثاني، امشي للثاني، هذه ما تضيع، هذه ما تضيع. اسرع يا سعود، ما فيها شيء. امشي يا ميشيل، امشي يا ميشيل، حطها لمالكم، حطها لمالكم. يا الله يا الله، هذا كيف منفرد؟ يا بونو 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 بونو، خرجها ان شاء الله تكون متسلل. يا بونو متسلل 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 على ما اعتقد، دايما يحيى متسلل على ما اعتقد. يا الله الكرات الطويله كلها الهم، وين لاعبين الهلال يا جماعه؟ لا عملوا كل شيء، عملوا كل شيء، الفريقين عملت كل شيء الا استغلال الفرص وتسجيل الاهداف، الا استغلال الفرص وتسجيل الاهداف، هذا اللي ما قدروا عليه. لا لا لا، فرص مش معقوله، مش معقوله الفرص، مش معقوله الفرص اللي ضاعت بالنسبه للفريقين، مش معقوله. كارت احمر للبليهي، حتى نيفس، شوف يا نيفس، متروفيتش فقدوا اعصابهم على علي البلاهي، علي البلاهي مع احترامي لإله مع السنين ما يصح، لاعب مثل هذا ما يصح للهلال للامانه. لا 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 تقول لي مستوى لاعب مثل هذا الاخلاق لا يصح للهلال، لا 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 لا، هذا مش لاعب للهلال. لو كنت مكان الهلال والله العظيم بفصح عقده من زمان، والله العظيم، والله العظيم انه حسان تنبكتي لو بينعطى، لو بينعطى الدعم اعلاميا وفي الفريق ومن المدرب. يو حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي البلاهي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله هيني بحكي، هيني بحكي بقولكم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي البلاهي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
اعطاهم عطاء اقسم بالله العظيم، طرد لاعب وحتى نيفيس وميتروفيتش نفرزوا عليه وقالوا له شو عم تعمل انت معانا الا ولا ضدنا، لاعب تقول تفكيره خارج المباراه. وجيسوس يا زلمه شو عم يصير معك يا جيسوس؟ كل كرة طولية على الأطراف للاعبين النصر يا أخي، ما عاد تقدر تمسك الكرة شوي يا أخي، امسك الكرة شوي يا أخي، لا تلعب مرتدات، لا تحسم، لا تسجل هدف ثاني. لاعبينك اليوم مش قادرين يسجلوا هدف، من الأخير الهلال مش قادر يسجل هدف اليوم، تمام؟ لاعبينك مش بالفورمة أبدا لأنه رايحين 4-1 وما سجلوا هدف. حلو حلو، امسك الكرة، دور كرة، يقسم بالله عيب يا رجل، عيب. والله العظيم النصر بيستاهل يا جماعة، والله العظيم بيستاهل هدف تعادل، والله العظيم يستاهل هدف تعادل النصر. تعرف ليش يستاهل النصر هدف تعادل؟ خرج ماني وبروزوفيتش وأوتابيو وطاردو سبينا ومولابورت مش مشارك، ولا أجنبي موجود في الملعب يا رجل، ما في إلا تيليس ورونالدو، أقسم بالله عيب. وبيلعب افضل منك وناقص لاعب ومسيطر على الكره والكرات الطوليه، وكل شوي بنفرد لاعب من النصر وسيطر على الكره، امسك كره 5 دقائق بس. الله، كرت احمر ثاني على كوليبالي، يا رب دخيلك يا الله، شو عم يصير مع لاعبين الهلال؟ خلينا نشوف اللقطه بس، كوليبالي عليه كارت اصفر، شو صار؟ شو صار؟ ذهبني شو صار الدقيقتين؟ يا اخي شو عم يصير؟ واصلين 86 دقيقة والمباراة إلنا، والله العظيم بتستاهل، اطلع حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كوليبالي والبلاهي، حسبي. ليش حطيت رجلك يا اخي؟ ليش يا اخي ليش؟ وانت تعرف عندك كرت اصلا، الكره مسيطر عليها وليد عبد الله يا اخي، شو فيهم لاعبين الهلال يا جماعه؟ حتى المهاجمين حتى المدافعين مش مركزين في المباراه، والله العظيم بحكي معكم جد مش مركزين، لانه لو مركزين في المباراه وفي اجواب المباراه، المباراه بتخلص 3 مع تضيع الفرص للنصر وما سجلوا التعادل النصر، المفروض تخلص المباراة 2-0 3-0 للهلال، انت خذها من 3-4 انفرادات محققة للهلال بتضيع. يا الله، قلبت المباراة رئيس على عقب، والله يا جماعة لاعبين الهلال مش مركزين. انت شوفه من تصرف البلاهي، من تصرف كوليبالي، من تصرف سلمان الفرج، وعنده كارت اصفر والمفروض يطرد سلمان الفرج، المفروض يطرد اليوم، ولكن الحكم ما بعرف مباشرة جيسوس سحب سلمان الفرج. يا ساتر يا ساتر، من نفس المكان اللي سجلوا في هدف التعادل، هذه حرب يا جماعة، اقسم بالله مش مباراة نهائية، لا والله هذه حرب، حرب كروية يا إلهي، على كمية الكرات الصفراء والعرقلات والفاولات يا إلهي، حرب حرب. الغنم والعرضية ممتازة اليوم، الحمد لله رب العالمين. أول وحدة صح، أول وحدة صح، مشاري ضيعها، لو كانت للدون كان ممكن فيها حكي ثاني. كريستيانو يقول هنا يا رونالدو متسلل مترين 3 امتار، متسلل في 3 امتار يا ابن الحلال، تقول له مي مي بداية ركلات الجزاء يا جماعة. اعتقد انه ركلات جزاء شايف تعتمد على حراس المرمى، خصوصا يعني في اخر السنوات حارس المرمى الاكثر تركيز هو اللي يقود فريقه للفوز. أكيد بونا واحد من أعظم الحراس في الوقت الحالي في العالم على مستوى العالم، وإن شاء الله فعلنا خير إن شاء الله. أول ركلة نيفيس بيضيع،
نيفس بيضيع، ضيع اول وحده نيفس، يا ساتر يا الله. تيلس يا الهي، ضيعها تيلس، ضيعها تيلس، يو ضيعها ضيعها ضيعها. النت وقف يا جماعه، النت وقف، النت وقف. راحت ال راحت علي شوطه تسديده ركله جزاء تيلس. يلا يا مترو، حلوه 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 من مترو، حلوه حلوه. الاثنين ضيعوا الضربات الاولى، الاثنين ضيعوا، تيلس وداها للجمهور. يا متروفيتش، كريستيانو رونالدو يا ولد يا الدون، يا ولد يا الدون. يروح لوليد عبد الله يقول له انت سلام، انت سلام يا وليد، انت سلام يا وليد، صديقه المقرب جدا من كريستيانو. وليد عبد الله يقول له انت سلام، لكن بونو، بونو حيحسمها ان شاء الله. بونو كنو، كنو رايق، كنو حاطها، حاطها في المرمى، صدقني في الجيبة، كنه هدف إن شاء الله. كنه رايق 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 وثقيل وهادي يا رايق يا رايق يا رايق يا محمد يا إبراهيم، كنه رايق. سامي النجم هادي برا، الثالثة المنعطف، الثالثة برا، هادي هادي برا، هادي ما راح تدخل الشباك. سامي النجم ما راح تدخل. يوه اخ اخ يا بونو، اخ اخ يا بونو، قوية 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 قوية، صعبة على بونو. حاول فيها، حاول. تنبكتي تنبكتي، حسان ثقيل راكز هادي مثل محمد كنو، لكن انا بخاف من المدافعين، انا بخاف من المدافعين، لكن اثق اثق في حسان تنبكتي. ذيب ذيب حيضيعها بونو، حيتصدى يا اما عبد الرحمن يضيعها، حتضيع حتضيع من وقفته، من وقفته حتضيع. يا بونو حرام عليك يا رجل، كرتين بتروح على نفس الزاوية وكرتين بتلمسها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن صعبات، أكيد صعبات، لو كان في إيده كان جابها، صعبات. هذه كان ممكن بالإمكان أفضل مكان يا بونو. كرة النجع كانت قوية، هذه مش قوية، هذه مش قوية يا بونو، جنون والله العظيم، جنون على أعصاب، على أعصاب. الخامسة واحدة بواحدة، الحمدان. لاعبين الهلال، لاعبين الهلال بشكل عام هادين هادين، وازنين ثقيلين، راكزين. ف أنا واثق، أنا واثق من لاعبي، واثق من لاعبتي، واثق واثق من لاعبة الهلال، أثق من اللاعبين. مين هذا؟ نجامي، هذه برا، خايف ومتوتر وقلق. قطع أم الشباك نجامي، أفضل تسديدة في العشر تسديدات. لو 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 بتجيب مانويل، لو تجيب كورتوا، كورتوا ما بيشيل هذه، كورتوا كورتوا يا زلمة ما بيشيل هذه الكرة. سعود عبد الحميد ما شاط من أول خمسة، ليش؟ من أول خمسة ليش ما شاط سعود عبد الحميد؟ عجيب، أنا نسيان، ما عقلي مش حطها يا سعود،
في ذاك مليون ركلة وفي ذاك مليون بطولة يا سعود عبد الحميد، في ذاك مليون بطولة، في ذاك كأس الملك يا سعود، ولا يهمك ولا يهمك يا ما شلتنا شيلات، ولا يهمك يا سعود ولا يهمك، في ذاك في ذاك علي الحسن بيضيع. شوف شوف الأعصاب، شوف كريستيانو، شوف يضيع الحسن، يضيع يضيع علي الحسن، يضيع يضيع يسجل. يا ولد يا ولد، وين حطها وين حطها وين حطها ناصر؟ مين هذا؟ مشاري، مشاري النمر. يا إلهي على الوقفة هذه، وقفة واحد بيضيع مليون في المية، هذه وقفة لاعب بيضيع مليون في المية. ضيع 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 ضيع، قلت لك هذه وقفة لاعب يضيع مليون في المية. يا دون آه يا دون، مش مكتوب لك يا دون، مش مكتوب لك يا دون. هلالية 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 هلالية. شوف شوف الله، شوف الأخلاق الرياضية، شوف متروفيتش، ياسر الشهراني، كلهم ذهبوا عشان نعم نعم نعم، هذه الروح الرياضية. اي والله اي والله، الصراحة رغم أفضلية النصر نوعا ما في المباراة، لكن هذه حال كرة القدم، يعني في النهاية في 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 رابح وفي خاسر. في كريستيانو رونالدو يا الله، يا كرة القدم. فرح يعني سعيد جدا 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 للهلال والله، بس لكن كريستيانو رونالدو علي الحسن. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف مبروك يا إخوان، ألف مبروك، ألف مبروك للهلال، لجماهير الهلال، للأمة الهلالية، الفوز باللقب الثلاثية، الدوري، الكأس والسوبر بجدارة واستحقاق. نعم، شوف فرحة نيمار، شوف فرحة نيمار، شوف فرحة نيمار، شوف سافيتش، شوف فرحة سافيتش، وانسى نيمار، أصلا نيمار مش مع الفريق يا زلمة، شوف فرحة سافيتش، شوف الدون. قاسية كرة القدم يا جماعة، قاسية قاسية جدا جدا كرة القدم. تمبكتي ولا أروع، عدا ولا أروع، ويستاهل أكيد ال يكون واحد في التشكيل الأساسية أكيد من الموسم القادم. خلاص البلاه المفروض النادي بيشوف له تصريفة. بونو رجل المباراة، مالكوم كان من رجال المباراة، أيمن يحيى كان من رجال المباراة. ألف مبروك مرة ثانية للجماهير الهلالية، هارلك لأخواننا النصراويين، أخوتنا، هذه كرة القدم، فوز وخسارة يوم لك ويوم عليك، مش كل يوم معك. خلاص هذا موسم هلالي، شوف مشاري، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسوا يا إخوان لايك، اشتراك في القناة، تفعيل جرس الجرس، وجودك في القناة. تحياتنا لكم، في أمان الله.